أفادت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس بتحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء بمصر، وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر إسرائيلية إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة، هم 5 أمريكيين وفرنسي وتشيكي. وينضم إلينا مباشرة من القاهرة مراسلنا سمير عمر. سمير، ما هي تفاصيل تحطم هذه الطائرة التابعة للقوات الدولية في سيناء على ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر إسرائيلية؟ روبير، هي المعلومات شحيحة في هذا الأمر نظرا لحساسية تشكيلة ومهمة قوات حفظ السلام المنتشرة في شمال وجنوب سيناء منذ وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام عام 1979. ولكن قبل نحو ساعتين من الآن ذكرت مصادر محلية بسقوط طائرة تابعة لقوات متعددة الجنسيات من جنوب سيناء أثناء طلعة استكشافية تقوم بها بشكل اعتيادي لمراقبة التزام مصر و إسرائيل بما نصت عليه بنود اتفاقية السلام. وبعد ذلك حدث عطل فني مفاجئ ما أدى إلى سقوط الطائرة وإصابة من كانوا فيها. ثم أفادت المصادر الإسرائيلية بأن طائرة مروحية إسرائيلية توجهت باعتبار أن هذه المسافة المساحة التي وقعت فيها الطائرة أقرب إلى الحدود الإسرائيلية قرب حدود طابة بعد شرم الشيخ، ومن ثم تم نقل من أصيبوا في الطائرة إلى داخل أحد المستشفيات الإسرائيلية. ثم وفقا لما نقلته المصادر الإسرائيلية أن 7 منهم قد توفوا بالفعل، وهم 5 أمريكيين وفرنسي وتشيكي. قوام هذه القوى متعددة الجنسية وفقا لاتفاقية السلام ووفقا بقوامها الرئيسي يتكون من جنود أمريكيين إضافة لعدد من الجنسيات من فيجي، من فرنسا، من تشيكوسلوفاكيا، وقت كانت تشيكوسلوفاكيا قائمة. ومن ثم هذه الطلعات الاستكشافية تقوم بها هذه الطائرات هدفها هو مراقبة التزام مصر وإسرائيل بتطبيق بنود اتفاقية السلام. الجانب الإسرائيلي هو الذي أعلن عن سقوط الطائرة وهو الذي أعلن عن عدد القتلى، لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي سواء من مصر أو من قوات متعددة الجنسيات الموجودة في سيناء. سنتابع معك كل التفاصيل فور ورودها. مراسلنا سمير عمر من القاهرة.